طابت بكل خير مشاهدينا الكرام أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج مستقبل وطن. أحييكم أنا مختار الفقيه، وأسلط الضوء اليوم على جماهيرية شبوع. يوم أن حملت البندقية في وجه الميليشيات الغازية حررت وتحررت، ويوم توجهت نحو التنمية نهضت، وعندما خرجت بتلك الجماهيرية وهتفت أسمعت إنها شبوة، شبوة التحرير والتنمية والحضور الجماهيري الواسع. هذه الجماهير التي خرجت اليوم بعد دعوة من الائتلاف الوطني الجنوبي ليس لها مثيل في تاريخ شبوة كلها، حضروا من كل مديريات هذه المحافظة العريقة، حضروا يحملون علم الجمهورية اليمنية وصورة الرئيس عبد الرب منصور هادي، يهتفون لليمن الاتحادي ويدعون للشراكة الوطنية وينشدون الأمن والاستقرار. جماهير في المحافظات الجنوبية، تلو الجماهير يوم انطلقت من أبين ثم سمع صداها في سوق قطرة، ها هي اليوم تتجمع وتردد وتهتف في عتق حيث الحضارة والتاريخ والحاضر والمستقبل. جماهيرية شبوة أو جماهيرية الائتلاف الجنوبي في شبوة، الشراكة الوطنية طريق الاستقرار، موضوعنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل وطن. سعدني أن أناقش هذا الموضوع مع ضيوفي الأعزاء الذين سينضمون معي، وفي المقدمة منهم عبر سكايب سفير بلادنا لدى ماليزيا الدكتور عادل باحميد. سعادة السفير، أسعد الله أوقاتك بكل خير. حياكم الله أخي العزيز مختار وجميع طاقم قناة سهيل الأعزاء، أهلا وسهلا. تحية طيبة لك سعادة السفير، ونحن سعيدين أنك معنا اليوم. وسيكون معنا أيضا من شبوة عبر الهاتف ضيوفا أعزاء ينقلون لنا الصورة وأصداء الجماهيرية، لكن سنتابع أولا هذا التقرير الذي أعده الزميل فؤاد فارس. لمن كل هذه القناديل تضوي لمن؟ سؤال جاء جوابه الفصيح من شبوة، لأجل اليمن. فلأجل اليمن خرجت هذه الجموع الحاشدة رافعة علم اليمن الاتحادي، رافضة ادعاءات احتكار تمثيل الجنوب، ليبدو ادعاء التمثيل مجرد تمثيلية سيئة الإخراج. يبحث أصحابها عن عاصم من طوفان بشري تكمن قوته في الحق والحقيقة، ولا عاصم للجميع سوى الشراكة كما هتفت شبوة. هتفت شبوة لليمن الكبير فأرعبت أصحاب المشاريع الصغيرة، ومشت جموعها في ظل العالم اليمني تأكيدا على أن ظل الدولة سبيل المجتمع للنجاة من جحيم الميليشيات. قالت شبوة بوضوح إن تحويل الوطن إلى جنة ليس مستحيلا إن قرر الجميع عدم الإصغاء لوسوسة الشياطين وابتعدوا عن شجرة مخططات تمزيق اليمنيين. حضرت الدولة في شبوة، فحضرت الحرية، فخرجت الجموع تهتف دون خوف من كاتم صوت أو عصابات اختطاف. ولتلك الجموع وجه الأمين العام المساعد للائتلاف الوطني الجنوبي رئيس فرع الائتلاف بشبوة مقبل لكرش التحية لتلبيتها نداء الائتلاف، وهبتها من كل حدب وصوب، يحدوها الأمل بغد أفضل يتسع لكل أبناء الشعب، حيث الشراكة هي الحل الوحيد لكافة الإشكالات. مليونية شبوة التي خرجت تحت شعار الشراكة الوطنية الواسعة طريقنا للاستقرار، ورفع المشاركون فيها لافتات تطالب بسرعة تطبيق الرياض، مؤكدين وقوف أبناء شبوة خلف قيادة الائتلاف الوطني الجنوبي. أكد البيان الصادر عنها
أن محاولة خلق كيانات انقلابية تهدف لتقويض الشرعية سلوك يضع مرتكبيه في نفس المربع الذي تقف فيه الميليشيات الحوثية، ومع تجديد التأكيد على التمسك بحق التمثيل العادل والكامل في مشاورات الرياض المتعلقة بتشكيل الحكومة وكافة الترتيبات السياسية وتأييد أبناء المحافظة للخطوات التي تقوم بها السلطة المحلية، شدد بيان أبناء شبوة أن الثروات التي تحويها المحافظة تمثل شريان حياة للوطن عموما وللمحافظة خصوصا، وأنه لم يعد هناك أي مبرر لبقاء منشأة بالحاف معطلة وهي أكبر مشروع اقتصادي وطني، داعين للتركيز على معركة دحر الميليشيا الحوثية، معبرين عن تقديرهم للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية. ولأنها الكبيرة شبوة كان أبناؤها كبارا كالعهد بهم، متضامنين مع قضايا أمتهم، حيث رفض التطبيع بدهية بدا في ضوئها أصغر طفل شبواني عملاقا كبيرا لا تجوز مقارنته بالمتقزمين لهثا خلف الدراهم على حساب اليمن وقضايا الأمة. شكرا للزميل فؤاد فارس على هذا التقرير، وتحية من الأعماق لتلك الجماهير الأبية التي ترفع الرأس شامخا وترتفع بها الرؤوس من أبناء محافظة شبوة. وأرحب بضيفي سعادة السفير الدكتور عادل باحميد سفير اليمن في ماليزيا. سعادة السفير عادل، أهلا وسهلا بك. هل شهدت شبوة وأنت المتابع والحاضر فيها مسيرة جماهيرية بهذا الحجم من قبل؟ بداية دعني هنا وعبر هذه الشاشة لقناة سهيل أحيي كل أبناء شبوة الصمود وشبوة العزة وشبوة السلام وشبوة البناء وشبوة التعمير، شبوة الوطن، الذين اليوم لم ترتفع رؤوسهم فقط بل ارتفعت رؤوس كل اليمانيين في كل مكان وهم يرون هذه الحشود. لا ترجو شيئا غير السلام، ولا ترجو شيئا غير الشراكة العادلة والمساواة، ولا ترجو شيئا غير التنمية والتعمير. تحية خالصة من هنا من ماليزيا من كوالالمبور لهذه الجموع الحاشدة التي خرجت تريد الدولة ومؤسساتها، تريد الأمن والاستقرار. شبوة أخي العزيز لم تشهد مثل هذه المسيرات، ولكن نقولها هذا الصوت الذي صمت طويلا وهذا الصوت الذي أصمت في الفترات الأخيرة ومورست بحقه كل أشكال الترهيب والإرهاب كي يصمت، لكنه خرج اليوم من قمقمه كعملاق يقول كلمة الحق ويوجهها في آذان أولئك الذين أرادوا أن يخرسوه طويلا. هذا الخروج الجماهيري بهذا الشكل بعد الدعوة التي أطلقها الائتلاف الجنوبي وبعد تلك المسيرات التي تابعناها وشاهدناها في أبين ثم في سوق قطرة واليوم في شبوة، ما دلالاتها؟ استمعت إلى سؤالي دكتور عادل؟ هل استمعت إلى سؤالي؟ أعيد السؤال عن دلالات هذه الجماهيرية التي انطلقت وبدأت بأبين وصولا إلى سوق قطرة واليوم في شبوة، ما دلالات هذه المسيرات ورمزيتها وما الذي تريد أن تقوله؟ أولا اليوم في هذه المسيرات الحاشدة وفي هذه المسيرة الحاشدة هناك رسائل كثيرة توجهها شبوة، ليس فقط إلى أبناء شبوة بل إلى أبناء اليمن عموما ولعله أيضا للإقليم وللمجتمع الدولي. اليوم شبوة ترسل رسالة واضحة أن الشعب يريد أن يظهر صوته ويعليه واضحا نقيا بعيدا عن تلك الادعاءات التي تدعي التمثيل الحصري أو أنها الممثل الشرعي والوحيد. اليوم شبوة تثبت أن المجتمع اليمني والشارع الجنوبي على وجه الخصوص مثله مثل كل الشوارع في العالم وكل المجتمعات في كل البلدان، يمتلك آراء ويمتلك أفكارا ويمتلك رؤى سياسية وفكرية قد تختلف مع بعضها البعض، ولكنها تؤمن بالتعايش وتؤمن بحرية الرأي والرأي الآخر. اليوم شبوة تكسر الاحتكار الذي مارسته بعض الأصوات وبعض الجهات تجاه الشارع الجنوبي وكأنها قد امتلكت صكا تتملك به الشارع الجنوبي وقضيته العادلة
اليوم شبوة ترسل رسائل قوية جدا في أننا جميعا لنا الحق أن نعبر عن آرائنا. أخي العزيز، نحن نؤمن وندرك أن في الجنوب آراء متعددة، أن هناك في الجنوب قطاع نعم هناك نعم تقطع في الصوت يصلنا بسبب السكايب. نسعد اليوم في شبوة، أكمل نعم نستمع إليك. قطاعا كبيرا آخر في شبوة بل في الجنوب عموما كما رأينا في موديا. للصوت الواحد كفى، فلم يعد هناك صوتا واحدا لا يعلو فوقه كما كان يقال، وإنما لكل إنسان على الأرض اليمنية الحق أن يعبر عن رأيه وأن يكسر هذا الاحتكار الذي مورس على أبناء الجنوب خلال الفترات الماضية. نعم، دعني هنا وقبل أن أسترسل في دلالات هذه المسيرة والمطالب التي رفعها أبناء شبوة من خلالها دكتور عادل، دعني أشير هنا إلى أنه ربما يمكن أن توصف شبوة بأنها قصة نجاح لمحافظة يمنية. عندما حملت البندقية استطاعت أن تتحرر بأكملها، وعندما تعاملت مع الميليشيات طردتها وأقرت الدولة وأجهزتها، وعندما ذهبت نحو التنمية أبدعت وأنتجت العديد من المشاريع، فما السر؟ أخي العزيز، أولا دعني هنا أضع شيئا بسيطا إضافة لما تفضلت به، أن شبوة وعندما أديرت من قبل أبنائها أوجدوا هذه النماذج الفريدة التي تتكلم عنها. دعني أعود إلى الوراء منذ عهد الشهيد أحمد باحاج رحمه الله محافظ شبوة منذ العام في العام 2015 عندما كنت محافظا لحضرموت. هذا الرجل الذي قاوم وناضل واستشهد وهو يدافع عن شبوة وعن مشروع اليمن الاتحادي وعن اليمن عموما. شبوة كانت نموذجا في التصدي للمشاريع الانقلابية ونجحت في ذلك. واليوم ونحن في عهد المحافظ الأخ العزيز محمد صالح بن عديو نرى أيضا كيف أن شبوة بعد أن حققت السلام والأمن والاستقرار اتجهت رغم كل الظروف التي تحيط باليمن والتي يعيشها المواطن اليمني اليوم ورغم قلة الإمكانيات، ولكن بالرؤية الوطنية الصادقة وبالأمانة وبالنزاهة وبحسن الترتيب وبحسن الإدارة استطاعت شبوة أن تصل لما وصلت إليه. صحيح لا يزال الطموح كبيرا، ولكن ما تحقق في ظل الظرف الراهن يعتبر إنجازا كبيرا. نهنئ أبناء شبوة إخواننا وأهلنا في شبوة على هذا الإنجاز، ولكن نقول أيضا هناك الوعي الشبواني لدى المواطن في شبوة، المواطن الذي كان البنيان المرصوص خلف قيادته السياسية وخلف السلطة المحلية، المواطن الشبواني والمجتمع الشبواني الذي وقف لكل المشاريع الانقلابية تحت عدة مسميات، وقف ضد التمدد الحوثي عندما وصل إلى شبوة، ووصل وقاوم أيضا المد الانقلابي تحت شعارات الجنوب الجوفاء التي أرادت أن تستغل القضية الجنوبية العادلة لتحقيق مصالح أخرى ليس للجنوب شأنا فيها. وقفت شبوة أيضا وتصدت لذلك، ورأينا كيف أنه بالإمكانيات المحدودة التي أتيحت للسلطة المحلية في شبوة إلا أنها بصدقها ونزاهتها ولا نزكي على الله أحدا استطاعت أن توجد العديد من البرامج والمشاريع التي لمسها المواطن في حياته اليومية. وهذا الذي يجعلنا اليوم نعلم لماذا تحقق هذا الحشد الوطني والشعبي الكبير اليوم في شبوة، ولماذا وقف الناس خلف سلطتهم المحلية، لأنهم رأوا منها بالفعل ما يستحق أن يدعوهم للوقوف معها. نعم، طيب الآن نحن أمام هذه الجماهيريات المتعددة سعادة السفير التي أشرنا إليها ابتداء من أبين إلى سوق قطرة واليوم في شبوة. هذه الجماهيريات كلها بدعوات من الائتلاف الوطني الجنوبي، ماذا يريد الائتلاف أن يقول؟ أولا حقيقة أخي العزيز، هناك مكونات جنوبية كثيرة وهناك شخصيات جنوبية كثيرة عركت ساحات النضال منذ إنشاء وتأسيس الحراك الجنوبي ومنذ بزوغ المظلومية الجنوبية. اليوم يتوجها الائتلاف الوطني الجنوبي بهذه المسيرة وهذه التحركات الأخيرة والفعاليات التي تدل على نضج سياسي في بين حملة القضية الجنوبية. للأسف القضية الجنوبية خلال الفترة الماضية
جرت محاولات حثيثة وسعي حثيث لأجل اختزالها واحتكارها من قبل مكون واحد، وكنا نأمل أن هذا المكون يستطيع أن يأخذ الآخرين معه على ذات القارب، لأن القضية الجنوبية تهم كل الجنوبيين، ولكن للأسف تم إقصاء هذه المكونات وتم إبعاد هذه الشخصيات التي ناضلت منذ اليوم الأول للحراك الجنوبي. لكن استطاعت هذه المكونات اليوم، ونرى نموذجا فاعلا وجيدا لذلك، الائتلاف الجنوبي ها هو يشق طريقه. مع أنني أخي العزيز أقولها صراحة، أنا لست من دعاة هذه المليونيات، ولا أريد أن يبقى شعبنا زاحفا من مليونية إلى أخرى، ولكن في مثل هذه المواقف نعم، إن التكاتف المجتمعي وهذه الصورة الشعبية المجتمعية الواقفة خلف المشروع الوطني الذي يقوده فخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي لليمن الاتحادي الذي توافق عليه اليمنيون، نعم حقا للائتلاف الوطني الجنوبي اليوم أن يدعو لمثل هذه المسيرة والفعاليات. اليوم الائتلاف أظنه واضحا في رسالته أنه لا يتكلم فقط عن نفسه، بل هو يتكلم عن الوطن. اليوم الائتلاف لا يدعو الناس للالتحام به فقط، وإنما للالتحام حول مشروع وطني يتجاوز مسميات الأحزاب والجماعات والحركات. لذا أنا أشد على أيدي قيادة الائتلاف بأن يتوسعوا في مشاوراتهم مع بقية المكونات الجنوبية، وأن لا يقعوا في ذات الخطأ الذي وقع فيه غيرهم باحتكار القضية الجنوبية، بل الجنوب يتسع للجميع. الجنوب يتسع للجميع. الجميع. الجنوب أن تمثل يتسع للآخرين أيضا للجميع. دكتور عادل، قارب واحد نحمل هم الجنوب معا حتى نصله إلى بر الأمان في مشروع اتحاديا لليمن بشكل عام. الجنوب واليمن يتسع للجميع. هل هذا هو السر في أن الجماهيرية التي أطلقها الائتلاف الجنوبي الوطني الجنوبي في شبوة جعل عنوان هذه الجماهيرية الشراكة الوطنية طريق الاستقرار؟ نعم بالضبط، هذا هو العامل الأساسي في نجاح هذه الفعالية. الناس أخي العزيز ملت الشعارات وملت تكرار بعض العناوين التي لم تأتي على بلادنا إلا بالوبال وبالخراب. الشعار المؤسف والمقرف الذي يقولون فيه لا صوت يعلو فوق صوت الحزب مورس مرة أخرى عيانا جهارا نهارا بيننا، وأصبح كل من يخالف هذا الصوت أما خائنا أو مرتهنا أو مرتزقا في قائمة لا تنتهي من الاتهامات التي يرمى بها كل حر شريف يرفع صوته ويعبر عن رأيه في الجنوب أو في اليمن عموما. اليوم الائتلاف الجنوبي عندما يرفع شعار الشراكة الوطنية إنما يضع قدمه على الاتجاه الصحيح وخطوة في الاتجاه الصحيح، لأن اليمن أخي العزيز لن يبنيه تبنيه جماعة واحدة ولا حزب واحد ولا فصيل واحد. اليمن لا ينهض ولن ينهض إلا بالجميع. أما المشاريع الفردية أو السلالية إنما هي وبال وخراب على الوطن كما نراها اليوم تفعل ببلادنا. طيب ما دلالات هذه المسيرات الجماهيرية للائتلاف الجنوبي ولأبناء المحافظات الجنوبية ابتداء من أبيان إلى سوق طرى إلى شبوة؟ ما دلالاتها الآن بعد أن تم توقيع اتفاق الرياض أولا، ثم آلية التسريع لتنفيذ اتفاق التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية، ومنها أيضا الاتفاق على تشكيل حكومة تضم كل الأطراف والاتفاق على حصص كل المكونات في هذه الحكومة؟ ما فائدة هذه الفعاليات بعد كل هذا، بعد أن أخذت كل الأطراف مقعدها من الحكومة القادمة؟ في اعتقادي أن الائتلاف لم يرد من هذه الفعاليات أن يجد حصة في الحكومة أو في تقاسم الحقائب الوزارية. الائتلاف ومن خلال الرسائل الواضحة التي شملها في بيانه حول هذه الفعالية كان واضحا، كان النقطة الأولى هي الشراكة الوطنية والتأكيد عليها، والنقطة الأهم أن هذه الفعاليات التي يقيمها الائتلاف اليوم إنما هي أيضا واحدة من الدوافع والمحركات الشعبية نحو تحقيق أو تفعيل تنفيذ اتفاق الرياض. اليوم ها هي الجماهير في الجنوب تخرج تحت قيادة نعم الائتلاف الجنوبي، ولكنها تطالب بتسريع تفعيل اتفاق الرياض، هذا الاتفاق الذي لازلنا نرى فيه مخرجا آمنا وسلميا
لليمنيين جميعا مما هم فيه اليوم. هذا الاتفاق الذي نريد منه أن يوجه البوصلة مرة أخرى موحدة نحو الانقلاب الحقيقي الذي قام بإيرانية بها. نعم سعادة السفير، وحتى أيضا ينضبط معنا الاتصال عبر سكايب، هناك تقطع فقط خفيف في الثواني الأخيرة. ومعي على الهاتف في الانتظار رئيس اللجنة الإعلامية للائتلاف الجنوبي بمحافظة شبوة، مدير عام مكتب الثقافة، الأستاذ محمد الأحمدي. أستاذ محمد مرحبا بك. مرحبا بكم سيدي. تحية طيبة لك أستاذ محمد. طبعا سنعود إلى سعادة السفير عادل باحميد ونستقبل معه. أستاذ محمد، وأنت رئيس اللجنة الإعلامية للائتلاف الوطني الجنوبي بمحافظة شبوة ومدير عام مكتب الثقافة، كيف سارت عمليات التنظيم والترتيب وصولا إلى الحضور الجماهيري الغفير لهذه الجماهيرية؟ حياكم الله جميعا. بالنسبة للعرس الوطني الذي شهدته محافظة شبوة اليوم، طبعا بالنسبة للتنظيم حقيقة لم نعاني كثيرا في هذا الجانب، لأنه الحماس الذي كان يتحلى به المواطنين الذين دعوا لهذه الاحتشاد وفر علينا الكثير من الجهد. تداعت محافظة شبوة ومديرياتها بقراها من كل حد وصوب إلى هذا الاحتشاد الذي يعبر عن الإرادة الشبوانية، يعبر عن الرغبة الشبوانية في التمسك بالدولة ومؤسساتها الشرعية. عبرت اليوم محافظة شبوة من خلال هذا الاحتشاد عن رغبتها في التمسك إلى آخر لحظة بالدولة ومؤسساتها، عبرت عن تمسكها بفخامة رئيس الجمهورية وشرعيته ودعما له بهذا الاحتشاد. رفعت صوتها عاليا، نحن هنا، نحن الشبوانيون، يجب أن لا يتجاهلنا أحد، شبوة رقم صعب ورقم غير عادي في أي معادلة سياسية أو في أي حصة سياسية أو أي محاصة سياسية، يجب أن تكون شبوة حاضرة بقوة. هكذا عبر الشبوانيون اليوم عن تمسكهم باليمن الاتحادي الذي نحلم به جميعا وناضلنا من أجله جميعا. شبوة اليوم قالت كلمة بصوت عالي وصوت مرتفع، ويجب أن يسمع الجميع صوت شبوة وأن لا يتجاهل أحد. قالت صوتها بهذه الجماهيرية الكبيرة، لكن ما أبرز ما شملته الرسائل التي وجهتها هذه الجماهيرية وخصوصا في بيان المسيرة؟ نعم طبعا الرسائل واضحة جدا، لمن يعي الرسائل واضحة جدا. هي أولا تمسكنا بالشرعية، بشرعية فخامة الرئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي، تمسكنا باليمن الاتحادي، تمسكنا بالأمن والاستقرار، تمسكنا بالدولة ومؤسساتها. كل هذه رسائل كانت مهمة جدا. أيضا أراد أهل شبوة أن يقولوا للآخرين، لمن يحاولوا أن يعتقدوا أنهم مفوضين لديهم تفويض كما يدعون إلهي، وآخر يقول أن لديه تفويض شعبي، يريدون أن يقولوا أنه لا أحد وكيل لشبوة، لا أحد وكيلا عن أبناء شبوة، شبوة هي وكيلة نفسها، معبرة عن نفسها، لا وصاية عليها لأحد، ولا يحق لأحد أن يدعي أنه وكيل عن شبوة. شبوة رقم صعب ورقم غير عادي، على موعد دائما مع شهر أغسطس لأن تقول كلمتها الفصل بالطريقة التي تراها مناسبة، واليوم قالت كلمة الفصل بطريقتها وعلى طريقة الشبوانية الخاصة. هنا شبوة، هنا الصوت الذي يجب أن يسمع ويجب أن لا يتجاهله الآخرين. نعم أستاذ محمد، يعني هناك يعني عبر وسائل إعلام ممولة ومختلفة من كان يتهم شبوة ورجالها وابناء أنها تحت سيطرة ميليشيات، يعني كيف ردت مسيرة وجماهيرية اليوم وحضور أبناء شبوة بكل أطيافهم بهذه الصورة على مثل هذه الإدعاءات الغير واقعية ولا حقيقية أيضا؟ والله يا أخي الكريم لا أبالغ إن قلت أنها لم نعد نشاهد الدولة في الجمهورية اليمنية بالشكل الواضح إلا في شبوة.
فمن يقولون ان شبوه تخضع لميليشيات معينه، هؤلاء يعني فجروا في الخصومه الى ابعد حد. كيف نحن تحكمنا ميليشيات واحنا من يحكمنا القانون، يحكمنا المحتكمين للنظام والقانون، ولدينا سلطه ولدينا مؤسسات دوله حقيقيه ولدينا تنميه ولدينا مشاريع ولدينا كل شيء، كيف يمكن ان تحكمنا ميليشيات ولدينا خدمات عامه قدمت اليوم، لدينا الكهرباء، لدينا الماء، لدينا الصحه، لدينا التعليم، كل هذا واضح وضوح العيال اللي يعني للناس في شبوه. يعني هذا اجحاف في حق شبوه من يقول هذا، وهذا طبعا كلام لم يعد احد يصدقه، لان الناس تشوف بعينهم حال شبوه اليوم كيف هو، وكيف حال من كان يفترض انها عواصم مثل عدن على اقرب مثال. شوف انظر الى حال عدن اليوم وانظر الى حال شبوه، تجد شبوه اليوم اكثر مدنيه، اكثر حضاره، اكثر تنميه، اكثر يعني انه النمو بشكل غير عادي ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا في كل الجوانب. وانظر الى جارتها او ما يفترض انها العاصمه الثانيه في الجمهوريه من عدن، التي تعاني الامرين من النقص في الخدمات وفي كل شيء وانفلات امني الى ابعد حد. اذا اين هي الميليشيات هذه في عتق التي تشهد تنعم بامن واستقرار وتنميه غير عاديه وغير مسبوقه في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، او في الحواضر التي يفترض انها عواصم؟ الأستاذ محمد الاحمدي رئيس اللجنه الاعلاميه للائتلاف الوطني الجنوبي بمحافظه شبوه، كنت معنا، أشكرك جزيل الشكر لمشاركتك لنا. وأعود إلى سعادة السفير الدكتور عادل باحميد. سعادة السفير، هناك من حاول من خلال دعم أطراف معينة أن يصدر للإقليم بأن هذا المكون أو حتى أبناء المحافظة الجنوبية لديهم مشاريعهم الخاصة وبدأوا يدعمونها ويروجون لها. كيف خاطبت هذه الجماهيرية الإقليم بالتحديد؟ تصحيح الكثير من المغالطات التي مورست ليس فقط على أبناء الجنوب، فأبناء الجنوب يعون ذلك، ولكن مورست حتى على الإقليم. أول أكذوبة اليوم فضحتها هذه الحشود مثل ما فعلت مثيلاتها في أبين وفي سقطرى، أنها كشفت ما يتعلق بالتمثيل الشرعي والوحيد المكذوب الذي أخذ كأنه تفويض شعبي يتحدثون باسم شعب الجنوبي تحت مسماه. ها هم اليوم هؤلاء هم من أبناء الجنوب، فإذا لا يوجد هناك من يمثل هذا الشعب وهذا الشارع بمفرده، بل أن لكل مكون توجهاته ومن حقه أن يعبر عن رأيه. فأولا هذه المسيرة بينت اليوم للإقليم وللمجتمع الدولي أنه ليس هناك ممثل شرعي ووحيد لأبناء الجنوب. النقطة الأخرى أيضا أراها اليوم أن الائتلاف الجنوبي بهذه الفعالية وهذه الحشود الشبوانية اليوم أعادت الألقة والقضية الجنوبية مرة أخرى إلى مسارها الصحيح. القضية الجنوبية بدأ الحراك السلمي الجنوبي بطريقة سلمية عقلانية يطالب بحقوق مشروعة، ولكنه اختطف عندما تحول إلى العمل المسلح المعادي للدولة الذي يحتل البقاع والذي ينهب الأموال والذي ينسف مؤسسات الدولة. اليوم ها هي هذه الجموع تسدي للقضية الجنوبية خدمة أخرى بعد أن شوهت القضية الجنوبية أمام العالم بأنها تتبع لميليشيات مسلحة خارجة عن الدولة. ها هم اليوم أبناء شبوة يعيدون الألقة للقضية ويعيدون إليها عدالتها ويعيدون إليها بريقها، ليتصحح لدى العالم أجمع والإقليم بشكل خاص المفهوم الصحيح للقضية الجنوبية العادلة. اليوم أبناء شبوة في هذه الفعالية يرسلون رسائل أخرى بأننا جميعا كما قلنا على قارب واحد. إذن هذه الفعالية اليوم حملت الكثير من الرسائل التي نتمنى أن تعيها الكثير من المكونات على المستوى السياسي وعلى المستوى الشعبي. ومنها أيضا دعم جهود المملكة في استكمال بنود اتفاق الرياض على الواقع وإنجاح اتفاق الرياض
بشكل عام وبشكل كلي، وتحقيق هدفه الرئيسي في عودة الحكومة الفاعلة واستكمال عمليات التحرير. سأستكمل معك الموضوع هذا دكتور عادل ومشاهدين الكرام بعد أن نخرج إلى هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم مشاهدين الكرام، بعد هذا الفاصل القصير عدنا لنكمل حلقتنا وحوارنا مع ضيفنا عبر سكايب سعادة السفير الدكتور عادل باحميد سفير بلادنا لدى ماليزيا حول شبوة جماهيرية الائتلاف الوطني الجنوبي الشراكة الوطنية طريق الاستقرار. أجدد ترحيبي بك سعادة السفير. فيما يتعلق بالجهود التي تبذلها الشرعية ممثلة بالرئيس عبد الرب منصور هادي والحكومة من أجل لملمة الصف وتوحيده ضمن اتفاق الرياض الموقع عليه، وضمن أيضا جهود المملكة الراعية والداعمة لهذا الاتفاق التي جاءت ببنود تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، كيف جاءت هذه الجماهيرية يعني متوجهة في ذات الطريق ومساندة لذات التوجه؟ كما قلنا سابقا هذه الفعالية ومثلها الفعاليات الأخرى إنما لا تأتي فقط لتوجه الرسائل للداخل ولكن أيضا للإقليم. هذه الجماهير الحاشدة التي خرجت اليوم إنما هي تعمل في سبيل الدفع بتفعيل وتنفيذ اتفاق الرياض. اليوم هذه الجموع التي خرجت هي جموع شعبية داعمة لاتفاق الرياض وأيضا تدعو إلى التعجيل في تنفيذه. هذه الجهود اليوم التي تبذل من الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية التي لا زالت حتى اليوم تقدم الكثير، قدمت ولا تزال تقدم الكثير لليمن في هذه المحنة منذ اليوم الأول، وهي تقف مع اليمن ومع قيادته الشرعية الدستورية. هذه الجماهير اليوم إنما هي بمثابة الدافع والمحرك أيضا والداعم لهذه التوجهات لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة في سبيل تفعيل اتفاق الرياض. هذا الاتفاق أخي العزيز الذي لازلنا كنا ولا زلنا نراه المخرج الآمن لتوحيد الجبهة الداخلية نحو الهدف المشترك. ما رأيك سعادة السفير وأنت المتابع؟ التمرد والانقلاب الحوثي الإيراني. إلى أين وصل اليوم هذا الاتفاق؟ اتفاق الرياض مر بكثير من التحديات ومر بكثير من العقبات، ولكن الحكمة والصبر والأناة والجهد والحزم والعزم أيضا ساهموا في إعادة تفعيله مرة أخرى، ورأينا بالفعل بعض الخطوات التي بدأت تتحرك في هذا الاتفاق، ولكن لا يزال الجميع ينتظرون أن ينفذ الاتفاق بكامله وأن نرى رئيسنا مرة أخرى في عدن وهو تؤدي أمامه الحكومة القسم الدستوري واليمين الدستورية لتعلن عودة الحكومة اليمنية مرة أخرى إلى الأراضي اليمنية لتقوم بدورها المطلوب منها في هذا الوقت العصيب من حياة الوطن والمواطن. طيب في إطار اتفاق الرياض سعادة السفير، رئيس الجمهورية أولا الانتقالي كان قد ألغى ما سماه بالإدارة الذاتية، ثم بعد ذلك رئيس الجمهورية أصدر قرارات بتعيين محافظ لمحافظة عدن ومدير لأمن عدن، تلت ذلك دعوة الحكومة لتشكيل حكومة من جميع المكونات ضمن اتفاق الرياض، والأمر الأخير ما أعلنه سفير المملكة العربية السعودية محمد الجابر بأن لجنة وصلت إلى عدن لمباشرة إخراج القوات الموجودة هناك وفق اتفاق الرياض إلى خارج المحافظة. يعني إلى أي مدى هذه التحركات تعتبر متقدمة وما المتبقي؟ نعم أخي العزيز، نحن نعتبر هذه الخطوات التي تمت خطوات جيدة ومباركة بإذن الله، وهي في الاتجاه الصحيح. حقن الدماء أخي العزيز وصيانة الدماء في الوطن الغالي مطلب كبير جدا ومهم، وفي سبيله هذه الحكمة وهذا الصبر وهذا التأني الذي يبديه فخامة الأخ الرئيس، وهذا الصبر أيضا وهذا الجهد الكبير الذي تبذله المملكة العربية السعودية إنما حرصا على هذه الدماء وحرصا على هذا الوطن وحرصا على هذا الشعب. أخي العزيز، لا يمكن تنفيذ مخرجات اتفاق الرياض بطريقة تجعل هناك قدر من عدم الاطمئنان بين الأطراف الداخلة في هذا الاتفاق، ولكن لا بد من تطمين الجميع
ولا بد من بد جسور الثقة. ولهذا سترى أن اتفاق الرياض تنفذ خطواته خطوة بخطوة لتوجد جسرا من الثقة بين هذه الأطراف، وأنها قادرة على أن تمضي معا حتى نصل إلى الاتفاق بتنفيذ الاتفاق بشكل كامل. ما تم حتى الآن جهد كبير ورائع فيما يتعلق بتعيين محافظ لمحافظة عدن، وأيضا تعيين مديرا للأمن، ثم تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة التي هي حكومة شراكة بين كل القوى والمكونات المنضمة في هذا المشروع الوطني لنحر الانقلاب الميليشياوي الحوثي. ثم بعد ذلك رأينا الآن موضوع اللجنة التي خرجت لعملية سحب القوات من عدن وتوزيعها بحسب الاتفاق، وأيضا عودة المجلس الانتقالي عن قراره بالإدارة الذاتية. هذه الأمور تحتاج إلى حسن نوايا صادقة بين الجميع. اليوم الذي يضيع، يضيع الوطن برمته خلف شعارات لا ينبغي أن تكون ثمنا لوطن كامل يضيع. لهذا أتمنى أن تستمر بقية الخطوات في التنفيذ، وأن نرى الحكومة بالفعل وقد عادت إلى عدن، ونرى القوات التي خرجت يوما عن الدولة قد انضوت مرة أخرى تحت الدولة وسيادتها وسيادة مؤسساتها الشرعية من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. إننا اليوم أخي العزيز نبحث عن الدولة، الدولة التي ستنصف الجميع، والدولة التي ستحقق العدالة للجميع، ولا يمكن لميليشيات خارجة عن القانون أن تحقق ذلك. لذا سعيد جدا بالخطوات التي أخذها الإخوة في المجلس الانتقالي بهذا التقارب الذي حصل، ونتمنى أن تلحقه أيضا خطوات أخرى تعزز هذه الثقة بين جميع الأطراف، مما سيسهم في إنجاح هذا الاتفاق الذي تعب الأشقاء كثيرا لأجل إنجازه وتحقيقه على أرض الواقع. الرئيس الحكومة المكلف الدكتور معين عبد الملك كان قد عقد لقاءات خلال الأيام الماضية بمكونات مشاركة ولها حضور في هذه الحكومة القادمة. كان في المقدمة منها وفد المجلس الانتقالي، ثم تلا ذلك وفد المؤتمر الشعبي العام، واليوم التقى بوفد التجمع اليمني للإصلاح، وفي قادم الأيام له لقاءات بباقي المكونات. هل ترى بأن الحكومة يمكن لها أن تتشكل وفق قرارات يعني القرارات الأخيرة أنها التي أطلقها رئيس الجمهورية خلال 30 يوما من إعلانه، أم أن معوقات ميدانية أمنية يمكن أن تؤخر ذلك؟ كلنا تفاؤل وكلنا أمل أن تنجز المهام لاتفاق الرياض وفقا للجدول الزمني، ولكن بالتأكيد هناك صعوبات وهناك معوقات، وبلا شك المعوقات الأمنية والعسكرية ستكون الأكبر في ذلك. التسميات سهلة وتوزيع الحقائب سهلا، ولكن المعوقات الأمنية والعسكرية على أرض الواقع لعلها هي التي ستكون تعوق ذلك. ولكن جدية إرسال اللجنة السعودية واللجنة الخاصة بما يتعلق بتنفيذ اتفاق الرياض في شقه الأمني والعسكري تجعلنا نتفائل بذلك. اللقاءات التي يجريها دولة رئيس الوزراء المكلف اليوم بكافة الأطياف السياسية إنما هي دليل حرص منه على أن يكون الجميع بالفعل شركاء في هذه الحكومة، وأن لا تكون حكومة شركاء متشاكسون بقدر ما هي شركاء حكومة شركاء في المشروع الوطني لدحر الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار للمناطق المحررة. التحديات كبيرة، ولكن أعتقد الحزم من قبل ضامني هذا الاتفاق وهم الأشقاء من المملكة العربية في المملكة العربية السعودية، الحرص أيضا من فخامة الأخ الرئيس والقيادة السياسية في الشرعية الدستورية، ولكن أيضا نرجو من إخواننا في المجلس الانتقالي أيضا أن يكونوا على قدر المسؤولية. ما عاناه الجنوب، ما عانته عدن ليس بالقليل من قبل جائحة كورونا ومن بعد جائحة كورونا، والوطن يعيش ما يعيشه من مأساة حقيقية يدفع ثمنها المواطن البسيط. ودعني هنا أيضا أعود إلى جماهيرية شبوة اليوم. طيب دعني أتوقف عندها وأتيح لك المجال سعادة السفير. يتحقق أمامهم بينما دولة تهدم في عدن خلال الفترة الماضية. سأتيح لك أيضا مجال أوسع لتشير إلى هذه النقطة التي كنت أردت. معي الآن عبر الهاتف عضو هيئة رئاسة الائتلاف الوطني الجنوبي الأستاذ علي الأحمد. أستاذ علي أهلا وسهلا.
اهلا وسهلا اخي كريم، مرحبا بك وبضيفك الكريم الدكتور عادل. تحية طيبة أستاذ علي، أنت عضو هيئة رئاسة الائتلاف الوطني الجنوبي وأيضا قيادي في المقاومة الجنوبية. المقاومة الجنوبية هذا المكون أيضا هو ضمن الائتلاف الوطني الجنوبي الذي دعا لجماهيرية اليوم في شبوة. ما الرسالة التي أرادت الجماهيرية تقديمها اليوم، وكيف تابعت وشاهدت وأنت الحاضر في الميدان هذه الجماهيرية؟ أولا أشكركم على تحت الفرصة، وبالنسبة للرسائل التي هناك رسائل كثيرة عبرت عنها هذه الفعالية، ولكن أنا أركز على رسالتين. الرسالة الأولى هو كسر الدعوة التفويض الشعبي لمكون بعينه، واحتكار الجنوب في مكون أو منطقة أو أي شكل كان. الجنوب جنوب تعددي، جنوب يحتوي كل الآراء والتوجهات السياسية والأحزاب والمكونات، كما أن هناك من يطالب مثلا بالاستقلال أو أي مشروع آخر، انفصال أو غير ذلك. هناك جماهير كبيرة في شرق البلاد وغربها لها رأيها وتقف خلف مشروع الدولة الاتحادية الذي يمثل شرعية خامس الرئيس عبد الرب منصور هادي، وتقف مع الاتفاق لإنهاء الانقلاب الحالي الذي يقوده جماعة الحوثي، ثم حل كافة المشاكل عبر تطبيق مخرجات الحوار الوطني وعلى رأسها القضية الجنوبية. هذا الرسالة الأولى، كسر الاحتكار والوصاية على الجنوب بأي دعوة كانت. الرسالة الأخرى هو أن شبوة كما نجحت عسكريا في طرد الحوثي وتطهير المحافظة من وجود الانقلاب الميليشياوي الحوثي، كذلك نجحت في كسر مشروع الفوضى العام الماضي قبل سنة من الآن في أغسطس، الذي زحف من عدن ليجر الفوضى والملشنة والتردي في الخدمات إلى المحافظات الشرقية سواء شبوة ويليها حضرموت والمهرة. نجحت شبوة في كسر هذا الاعتداء وهذا المشروع الفوضوي. هناك رسالة تطلقها شبوة اليوم أنها أيضا تقدم صورة مدنية للمطالبة بالمشاركة السياسية الفاعلة، التعبير عن أبناء شبوة، عن متعلمي ومثقفي وكوادر شبوة، أنهم يريدون المشاركة في بناء الدولة ومصير الدولة وفي أي استحقاقات قادمة، سواء استحقاقات اتفاق الرياض أو القادمة استحقاقات بعد أن عانت شبوة من تهميش طويل في حقبة الحكم الشمولي ما بعد الاستقلال، أو في فترة ما بعد الوحدة، حين نظر إلى شبوة وتم التعامل معها أنها منابع للثروة والنفط وهي مجرد قبائل يطحنها الثأر والتخلف وعبارة عن قطاع طرق كما حاول أن يصوره من النظام السابق بالاشتراك مع مثلث معرب والجوف وإعطاء هذه الصورة، بينما أبناء هذه المناطق ومن ضمن محافظة شبوة هم نخبة من خيرة أبناء الوطن تعليما وثقافة، ويستطيعون قيادة محافظتهم نحو الاستقرار، ويستطيعون أيضا المساهمة الفاعلة في بناء الدولة وانتشال وطننا الغالي من هذه المحنة التي يعيش فيها. طيب سؤال آخر على عجالة أستاذ علي، والمكون والرسائل هذه التي أطلقتها جماهيرية الائتلاف الوطني الجنوبي، المقاومة الجنوبية هي كما أشرنا جزء من هذا الائتلاف، المقاومة الجنوبية التي أنت أحد قياداتها موجودة على الخطوط وخطوط القتال والتماس مع ميليشيات الحوثي سواء في لحج أو كذلك في الضالع أو غيرها من المناطق، لكن قبل أيام قدمتم بيان أو أرسلتم بيانا، هذا البيان ندد بإقصاء
هذا المكون من يعني المشهد أو بمعنى آخر الحضور في الحكومة القادمة؟ يعني ما الرسالة التي أردتم توجيهها؟ الرسالة أن مجلس المقاومة من أهم أهدافه عند تأسيسه في عدن كان دعم الشرعية وعودة الحكومة لإدارة البلاد وترتيب وضع الشهداء والأسر الشهداء ومعالجة الجرحى وغير ذلك. ما حصل هو أنه هناك ملشنة حصلت المكونات بدأت تتغول وتدعي المقاومة، وكما سمعنا مؤخرا في أن هناك حصة أو للمقاومة بمعنى الذي يفسرونه بأنه مقاومة المجلس الانتقالي أو الجماعات المطالبة بالانتقال، بينما حقيقة الأمر أخي الكريم أن المقاومة في الجنوب، المقاومة في شبوة، المقاومة في لحج، المقاومة في عدن، المقاومة في أبين التي حررت هذه المناطق وطردت الحوثي وقدمت الآلاف من الشهداء والجرحى يعني تهمش ويراد يعني أكل الثم بفمها، وبينما الحقيقة الأمر أن الرجال المقاومة موجودين وإلى الآن يخوضون معارك في البيضاء وفي لحج في كرش في أبين جبهة القيراس في كل هذه المناطق لا تزال المقاومة، وهناك من يريد أن يصادر حقهم في أن يكونوا حاضرين في أي تسوية وفي أي مطالبة بمعالجة أوضاعهم، أوضاع الجرحى وأسر الشهداء الذين أهملوا ولم يلتف إليهم حد الآن، وأيضا في ترتيب قيادات مؤهلة من كوادر المقاومة يمكنهم أن يسدوا بعض المواقع التي يفيدون فيها. لكن مع الأسف هذا الأمر تطلب أن يكون هناك موقف للمقاومة، أعتذر في هذا البيان وأرسل إلى كافة الجهات المعنية ليتم وضع حد لهذا التغول الحاصل الذي هناك مكون يريد السيطرة على ثلث الحكومة، يريد أن يسيطر على حصة باسم المقاومة، يريد السيطرة على حصة باسم الجنوب وغير ذلك. هذا الأمر الذي تطلب صدور موقف واضح يعيد الحق إلى يعيد الأمور إلى نصابها ويوضح الحقائق كما هي. المقاومة ليست أمرا مخفي أو أمرا لا يمكن أن معرفته. رموز المقاومة، أبطال المقاومة الذين يعترفون بالشرعية موجودون إلى الآن، يقودون الجبهات، يقودون المعارك، وهم بحاجة إلى التفات من الشرعية وإنفاق في هذا الجانب. الأستاذ علي الأحمدي، عضو هيئة رئاسة الائتلاف الوطني الجنوبي القيادي في المقاومة الجنوبية، كنت معنا، شكرا جزيلا لك أستاذ علي، أشكرك جزيل الشكر. لأعود وأختم مع سعادة السفير الدكتور عادل با حميد فيما يتعلق برد الجميل لشبوة إن صح التعبير، هذه شبوة التي تهتف لليمن الكبير وترفع صور الرئيس عبد الرب منصور هادي، لعل ما من ضمن ما أشارت إليه في بيانها أنها تريد حقها أيضا في إدارة موانئها. قبل أيام تابعنا كيف أنها ذهبت نحو ميناء يبعد عن عتق يعني مئات الكيلومترات لتستثمره وتعيد تأهيله، وميناء بلحاف بجوارها تريد حقها في استعادة هذا الميناء وإدارته. ما المطلوب من أجل شبوة؟ شبوة اليوم ترفع صوتها ولكنه صوت الحق وصوت العدل وصوت المساواة، هم لا يطالبون بغير الحق. شبوة على رغم كل ما تقدمه للوطن كغيرها أيضا من المحافظات، لكنها حقيقة لم تنل حقها الذي ينبغي أن تناله من التنمية ومن الإعمار ومن الاهتمام. رأينا كيف أنه بإمكانيات بسيطة استطاعت شبوة بقيادة محافظها الشاب أن تصل إلى ما وصلت إليه برغم كل المقاييس والمعايير، ولكن في ظل هذا الظرف الراهن أن يحصل هذا النوع من التنمية وهذا القدر من التنمية فهو نجاح كبير. لذا شبوة تريد أن تمكن عن طريق أبنائها المخلصين وهم كثر
أن تدير ثروتها وأن تدير أمورها بنفسها وفقا لما يتيح لها القانون والدستور الذي نرجو أن يعجل به فيما يتعلق بدستور اليمن الاتحادية القادم الذي سيعطي مساحة أكبر للأقاليم وللولايات والمحافظات لإدارة الثروة في على أراضيها. شبوة اليوم لديها الكثير من الثروات والإمكانات والموارد، ولكن للأسف البعض منها معطل، مثل ما ذكرت ميناء بلحاف ليس معطلا فقط على شبوة ولكن على الوطن برمته، برغم ما يمر به الوطن اليوم من ضائقة مالية تعصف بحكومتنا وتجعلها تعجز عن القيام بكثير من الواجبات. لذا شبوة اليوم ترسل الكثير من الرسائل، ومن ضمنها هذه الرسائل المتعلقة بالتنمية وبالإعمار الذي تستحقه شبوة، ليس فقط ردا لجميلها في هذه الوقفة اليوم أو هذه المسيرة، ولكن شبوة ظلت ولا تزال رائدة في الدفاع عن مشاريع الوطني وعن 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 قضاياها العادلة، مثل ما تفضلتم بالوقوف ضد الحوثي، واليوم أيضا تقف مع مشروع اليمن الاتحادي، ووقفت قبلها ضد الميليشيات الانقلابية. الرجل الذي تحدث قبل قليل أخي الفاضل وأخي العزيز علي الأحمدي مثال للرجل الشبواني المقاوم الذي كان مقاوما في عدن وضمن المقاومة الحقيقية الأصيلة التي ناضلت وجاهدت وكافحت ضد الحوثي عندما وصل وميليشياته إلى عدن، واليوم للأسف يتم التنكر لهذه المقاومة الحقيقية واستبدالها بآخرين. يوما من الأيام كانوا في صفوف من نكلوا بشعب الجنوب الذي يدعون اليوم أنهم يحملون رايته وقضيته العادلة. لذا حقيقة المسيرة الشبوانية اليوم والفعالية الشبوانية حملت الكثير من الرسائل، ولكن أتمنى على الحكومة وأتمنى على الشرعية الدستورية أن تعطي هذه المحافظة، أن تعطيها حقها الذي تستحقه في مزيد من التنمية. أبناء شبوة لا يريدون شيئا غير الأمن والاستقرار، ولا يريدون شيئا غير التنمية والإعمار، وهذا الذي أخرجهم اليوم. لقد رأوا نموذجا مصغرا، وهنا دعني أترحم على الشهيد البطل محافظ شبوة الأسبق الشهيد أحمد علي باحاج، الذي لو كان اليوم معنا لفرح فرحا عظيما وهو يرى أبناؤه وأخوانه في شبوة يمضون على دربه وعلى عهده في عهد المحافظ الشاب اليوم الأخ العزيز محمد صالح بن عديو. فكل الشكر لشبوة والسلام لشبوة ولرجالها على هذا الموقف الوطني الذي لا ينتظرون من ورائه جزاء ولا شكورا، ولكنه حقهم الذي ينبغي أن يتحقق على أرضهم. سعادة السفير الدكتور عادل باح حميد سفير بلادنا في ماليزيا، شكرا لك على كل هذه الدقائق التي قضيناها سويا لننقل الصورة عن شبوة ونستمع إلى الرسائل التي قدمتها تلك الجماهير الكبيرة. شكرا مرة أخرى لك ولكل ضيوف الذين كانوا معي في حلقة اليوم، ولكل من تابعنا وكان معنا في هذه الدقائق من هذا البرنامج. شكرا لكم، نستودعكم الله، وإلى اللقاء.